السلام عليكم. خلينا نحكي عن المسجد الأقصى. يا جماعة، هل إحنا نسينا قديش المسجد الأقصى مهم بالنسبة إلنا؟ هل إحنا نسينا إنه هذا المسجد شهد واحدة من أكبر المعجزات اللي صارت في تاريخ الأمة البشرية وتاريخ الكوكب، اللي هي معجزة الإسراء والمعراج؟ بتوقع إنه إحنا نسينا، أو جزء مننا على الأقل نسي هذا الكلام. للأسف في ناس موجودين وعندهم فهم خاطئ إنه أفعالهم على السوشيال ميديا بتعوض تقصيرهم ونقص علاقتهم مع ربنا. وأنا مش هون عشان أقعد أسمي الناس وأحكي عنهم بالعلن، لا، أنا بحكي عن فئات معينة، وأنا وإنتم بنعرف بالضبط مين موجود بهاي الفئة. في ناس بتفكر إنه لما ينزل ستوري أو لما ينزل بوست موضوع مزعجه، إنه هذا بيعوض على إنه هو كمسلم زمان ما اشتغل على حاله، أو إنه هو كمسلم نسي أولوياته والأوامر اللي ربنا أمرنا إياها. ففي منكم حيقول لي طب محمد، يعني بالذات لما يصير إشي مش عاجبنا، السوشيال ميديا والستوريز هي الصوت الوحيد اللي إحنا بنقدر نوصله للعالم، ما بنقدر نساوي غير هيك. لا، أنا بالنسبة لي في كتير شغلات ممكن نسويها وفعالة مليون مرة أكتر من السوشيال ميديا والستوريز وهذا الكلام كله. ما تفهموني غلط، طبعا السوشيال ميديا بتساهم إنه إحنا نوصل صوتنا ونسلط الضوء على مواضيع يمكن جزء من العالم مش عارف عنها، بس بعد فترة وبعد ما إحنا ننشر عدد معين من البوستات حنوصل مرحلة إنه الفائدة من هاي البوستات وبالذات من ناحية الوعي خلاص حتوصل مرحلة ما حنستفيد منها أكتر من هيك، لأنه هذا جزء بسيط من الجهود اللي إحنا ممكن نبذلها. أما الجزء الأساسي هو بالدين وهي بعلاقتنا مع ربنا، وهذا هو المفروض نكون أولى بطاقتنا وتركيزنا وصب جهودنا ومشاعرنا فيه. وأنا بالنسبة إلي هحكي لكم، الأقصى مش محتاج ستوريات زيادة ولا ناس انفلونسرز تطلع تحكي عن الموضوع، لا بصراحة الأقصى اللي ناقصه هي قلوب صافية، أدعية من القلب، ناس بتصلي من جوا محروقة، نفسها تصلي في الأقصى، نفسها تصلي في هذا المسجد المبارك. شو دخل هذا كله باللي عم بيصير في المسجد الأقصى؟ الفكرة كلها إنه الناس صار تفكيرها بإشي تاني، وصار تعاملها مع الدين بطريقة كتير غريبة. ما بدي أعمم، ولكن في جزء من مجتمعنا المسلم وصل مرحلة كتير غريبة. خلينا نحكي عن الناس اللي أسميهم محمد، مش كلهم، في جزء منهم ممتاز وأنا بشوف منهم قدوة بالنسبة إلي وقدوة لكتير ناس، ولكن في جزء من أغرب ما يكون، وهذا الكلام اللي أنا هحكيه هلأ عن معرفة وتجربة شخصية سواء في الجامعة أو بعد الجامعة أو حتى في المدرسة. عندكم انتو ناس اسمهم محمد، هدول مداومين على البارات دوام، في ناس اسمهم محمد بيداوموا على الملاهي الليلية، في ناس اسمهم محمد بينافسوا الغير مسلمين من ناحية الشرب ومن ناحية المخدرات، في ناس اسمهم محمد بينافسوا الغير مسلمين بالعلاقات الغير شرعية او بالزنا. طب السؤال اللي انا حابب اسأله بكل صراحة، هل هدول الناس نسيوا هم على مين تسموا؟ هل هم نسيوا انه كان في رسول عليه الصلاة والسلام افضل خلق الله كان هو اسمه محمد؟ هل هم نسيوا قديش هذا الرسول تبعنا تعب ومر في صعوبات عشان وصل رسالته لإلنا؟ زي أكنه هدول الناس صاروا عديمين الإحساس، ما بطل عارف اسمه شو معناه، صار مجرد اسم، مجرد أحرف تنكتب على الجواز أو بكتبها على الامتحان لما يقدمه. بس هدول اللي اسمه محمد بيعترض، بقول لي لا، أنت ما بتعرف أصلاً أنا شو موجود جوا قلبي، أنا أصلاً قدم قلبي محروق، بعد ما أنزل البوست على السوشيال ميديا بروح على البار عشان أسكر وأنسى همومي. أو بيقولوا لي محمد قدم أنا مزعوج يا أخي ودمي عم بيغلي ومن اللي أنا بشوفه مش قادر، أنا رحت على الملهى عشان خلاص كتير في ستريس ولازم أطلعه من جسمي. لا عن جد الله يعطيك العافية، عن جد شكرا كتير لك، لأنه هاي الحركة بالذات أنت كتير ساعدت فيها. كتير عم نشوف ناس يمكن ما وصلوا لهاي الدرجة، ولكن عم بيستبدلوا نقصهم بعلاقتهم مع ربنا مع حركاتهم على السوشيال ميديا، انه انا بنزل وانا بعمل وعي وانا هذا، وانت ما بتعرف شو موجود جوا قلبي. انا ما بعرف، بس يا اخي ما بتقدر تقنعني انه انت صار لك ابصر كم سنه مش مصلي وكم سنه ابصر مش ماسك فيها مصحف ولا متوضي، بدك تقنعني انه هذا السوشيال ميديا حيعوضك عن هذا كله؟ ما تقنعني، انا صح مش جاي عشان احكم عليك، في شغلات في المنطق، الدين فيه له اساسيات، الدين له اساسيات، احنا لما نتركها هذا حياثر على مجتمعنا بشكل رهيب، مش بس حياثر على الشخص اللي هو تارك هذا الشيء، لا حياثر على الناس اللي حواليه كمان، لازم نتذكر هذا الشيء. ولو احنا كل واحد فينا اشتغل على الموضوع، حتى لو اللي حيحضر الفيديو بجوز 100 واحد ويمكن 100 واحد كل واحد من بلد غير، ولكن لو كل واحد فينا اشتغل على الموضوع واشتغل من قلبه التأثير كلنا حنحس فيه، وهذا اللي احنا لازم نفهمه ونستوعبه. زي ما انتم شايفين الفيديو هذا فيديو بسيط بنهاية رمضان، فيا رب يكون تذكير بالنسبة إلي وإلكم إنه نضلنا نشتغل إحنا باستمرار على علاقتنا مع ربنا، مش إنه بس يخلص هذا الشهر نقول يو نوات يعطيك العافية نشوفكم السنة الجاي في المساجد، نشوفكم السنة الجاي، ولا المصحف تقول له مع السلامة بشوفك السنة الجاي برمضان الجاي، لا، جهود مستمرة ما إلها نهاية. وبدي أحكي لكم مرة تانية عن شغلات إحنا بنلاحظها، ما بدي أعمم ولكن هي موجودة وأنا وياكم عارفينها موجودة، هاي ممكن نسميها ترندات، ما دام هاي ترندات موجودة لسه قدامنا طريق طويل. أول ترند اللي هو عدد الناس في المساجد عم بينزل كل ما مر رمضان، وهنا
انتوا لما تشوفوا الفيديو بسهوله ممكن تحكموا على انه هذا الشيء بيصير حواليكم ولا لا. ثاني شغله مثلا هي ترند انه كل ما يمر رمضان كل ما الناس تعبت اكثر، كل ما نفسيتها تعبت اكثر، كل ما طاقتها نزلت اكثر، كل ما عصبيتها زادت اكثر. فللاسف احنا بنشوف هاي الشغلات عند عدد كبير من الناس، مش الكل طبعا ولكن عدد لا باس به. بالنسبه لي بحس انه احنا رح نمشي في الاتجاه الصح لما نشوف عكس هاي الترندات، يعني مع مرور الوقت في رمضان عدد الناس في المساجد عم بيزيد باستمرار، مع مرور الوقت برمضان نفسيه الناس بتتحسن، صحتهم بتتحسن، صبرهم بتحسن، طاقتهم بتصير اكثر. في فرق بين هاي الصوره والصوره الاولانيه اللي رسمناها اللي هي شبه انها منتشره اكثر في مجتمعنا. فيا رب يا رب يعيننا كلنا على انه احنا دائما نشتغل اكثر واكثر على حالنا، يا رب يعيننا كلنا على انه احنا نتمسك في ديننا زي الصحابه اللي هم كانوا متمسكين فيه بطريق لا توصف. السنه كانوا متمسكين في اوامر الرسول عليه الصلاه والسلام وسنته وطريقه تعامله مع الحياه، ودائما انه الدين هو الاساس، الدين هو الاساس، ما تركوا هذا الاشي. ولانهم ما تركوه كانت فتره الاسلام وقتهم هي اقوى فتره بدون منازع. فيا رب يعيننا نحن نكون اكثر واكثر زي الصحابه ونقتدي بالرسول عليه الصلاه والسلام اكثر واكثر في كل افعالنا واقوالنا وتصرفاتنا. ويا رب يعين اهل الاقصى والقدس واي حدا موجود في العالم عم بعاني من ظروف صعبه، يا رب يفرجها عليهم ويصبرهم ويعطيهم على قد تعبهم. بدي اياكم تعرفوا انه احنا كمؤثرين وكصناع محتوى لازم احنا نركز على الشغلات اللي احنا بنقدر نتحكم فيها، الشغلات اللي احنا بحق لنا نحكي فيها وبنفس الوقت اللي حتعمل فرق اكبر. في شغلات وفي مواضيع وفي زوايا لو حكينا عنها ما حيكون في لها اي مصلحه لا للناس اللي هم عم بيعانوا ولا للناس اللي هم عم بيحضروا ولا للشخص اللي هو عم بينشر هاي الرسالة اصلا. حكيت عن الموضوع من قبل وحرج اذكر، التغيير اللي بدنا نشوفه لازم يبدا فينا، ما بنقدر احنا نكون مقصرين وبالذات لما نحكي عن الدين ونتمنى انه غيرنا هو يتغير اول، ما بيزبط. ابدا انت في التغيير وتاكد انه غيرك حيتغير كمان، بس العكس ما حيكون صحيح. مع هيك بنكون وصلنا لنهايه الفيديو، على الارجح يطلع الفيديو هذا يوم يومين قبل العيد، فكل عام وانتم بخير مقدما. اتمنى الفيديو يكون عجبكم، فيديو خفيف تذكيري فيه نكهه رمضانيه بما انه احنا وصلنا اخر ايام رمضان. نشوفكم ان شاء الله في الفيديو الجاي. السلام عليكم.